بما ان قدسك ذكرت بقى ذكريات حلوه عن انبسه وفيلس، وذكرت بعض الابهات ربنا يديهم الصحه الحاليين، او بعض الابهات اللي ربنا يعني سافروا السماء، ف يعني نتمنى تقول لنا مثلا ذكريات مع بعض الابهات الحلوين. واحنا ديرنا كان يتميز بشيوخ كتير، احنا عاصرنا منهم مثلا ابونا متاوس، وابونا فلتاوس، ابونا ابادير، ابونا بيمن المتنيح، وقبلهم كنا نسمع عن ابونا ارمانيوس وهكذا. فقدسك لو تذكر لنا بعض الاباء المؤثرين. يعني في بدايه رابنت اخذت على ابونا صموئيل كتير. ابونا صموئيل توادروس. ايوه تمام. كتير. احنا ما عاصرناه مش سمعنا عنه بقى. كتير يعني كما لو كنا احنا في سن واحد فربنا واحد، ما كانش الراجل يعمل فرق ما بين ولا اي حاجه. في بعض الخدمات الصغيره يعني يعمل شاي مش عارف ايه. أقول لما نعاوي اللي حط لك الأقول حط نص معلقة طبعا أنت هتاخد ثلاثة أربعة عندك العلم حط فيها تعرف أنه حط ثلاثة معلقة سكر أو أربعة فأقول خد يا عم العلم حطها كلها في الكوباية بتاعتك. أنا متاعش كنت بروح من أن إلى آخر لقعدات رهبانية تختلف عن أبونا فردوس. تمام. أبونا فردوس الله ينعرفته ما عدتش معه كتير، ولأنه كان بيزور أبونا برسنوفس وأبونا صليب وأبونا شوشور كتير. وخاصة لما جيت أنا هنا هو ما فيش حركة كتير. لكن مسافة بعيد. لكن كنت بروح عند أبونا متاوس قعدات رهبانية، أسئلة رهبانية، حاجات زي كده. بالجيل الحديث خدت على أبونا أرمانيوس، خدت على أبونا أبادير، على أساس إن هم يعني أبونا أرمانيوس كان مسك الجو وأقعد مقعد اللي هنا مقاطف للتنظيف الألاية بتاع حاجات زي كده وهكذا. يعني إن الحاجات دي هي ترجع إلى ميول كل شخص. ترجع إلى كل ميول شخص. زي سيدنا لما كان في دماغي خدت عليه افتح الروشن اقفل الروشن اعمل كذا تعالى كذا، هذه الخدمات اللي كان يقوم بيها بس. يعني هو كان في مقولة لبعض الأبهات بيستغربوا علي ان انا بربط نفسي ما بين القديم وبين الجديد. ايوه فعلا. ازاي ان اخد على الابات والجداد بسرعه وفي نفس الوقت ما بسيبش القدام. ايوه تحتفظ بعلاقاتك القديمه. يعني كان في فكره واحده من الابات قالها قدام ناس ما قالهاش قدامها المشرفين، بيستغربوا عليك انك انت بتتعامل مع الجيل اللي داخل جديد كده منطلق في انطلاقيه وفي كلام وحاجات زي كده. ما فيش في محافظتنا في الدير ومفيش حاجة، طالما الإنسان في منه مستريح للكلام أنا مستوى مستريح ده خلاص مفيش مشاكل. يعني تكنولوجيا قدسك ما بين يعني ما بين الدير أول ما دخلت من 50 سنة فاتوا لحد دلوقتي، شكل الدير اختلف كتير كتير كلمة كتير جدا لغاية لما توصل أسوان. تشوفها ازاي بقى الفرق دوت، شايفه ازاي؟ في التعامل، في العدلية، في الكلام، مفيش مشكلة. الأباط الصغيرين للأسف الشديد ما عرفوش كانوا يقولوا كلمة تخطيط. يعني مدوا المناقضات بتاعة الكلام. مفيش يعني ما فيش متابعة مع نفسه، ما تعرفش واحدة المواضيع كده هو انطلاقية مفرحة، خاصة لما طلع النت جديد يعني حاجات زي كده. يعني طبعا في فرق كبير يا ابونا ما بين الماضي والحاضر زي ما قلت. طب يعني لو حبينا نشوف حاجة إيجابية، في حاجة إيجابية شايفها قدسك موجودة في الجيل الحالي في الرهبنة؟ لا مش شايفش. لا الإيجابية الحاجة الإيجابية صراحة دلوقتي على حسب الظروف اللي مرت عليها الكنيسة إن لازم الأخ اللي داخل يتمحص تمحيصا جيدا. ولسه كنت بقول لأبونا يتناوى تقريبا إن يقرأ ما هي الكتب اللي بيقراها قبل ما يخش الدير. فاللي داخل ده هو يا ابونا لازم يتمحص تمحيصا جيدا ويتحط له علامات إن هو يمشي لواحد هنا وهنا وهنا. يجيش عنهم خالص. لكن التركيز هنا كان الأنبا توفيلس يخش الدير خالص. الأنبا توفيلس يخش الدير عادي ويلبس قلبية بيضة. لكن التمحيص داخل الدير يعرف إن هو فيه ويعمل ايه. يجي واحد مثلا يقول له يا ابني انت ما عيدش ابدا؟ يقول له ما عيدش عشان ما نخشيش. لما خدت جلسات كهرباء
تعطيني جد اللي هو فجأة كده ما خدش جلسات كهرباء هالزمان أنا غير الدنيا جلسات كهرباء بنت أفتحش فشفت الاسلوب يعني كم واحد كشف انه هو الشخص اللي داخل الليل واخد جلسات كهرباء مشاه أخي تاني جاي للسيدنا الآن مشهورة كان ساعتها راهب وحطت المعلومات كلها تحت باطه من الدكتوراه للماجستير اللي فوق اللي تحت عارفش شو قلتها لك ولا ما قلتلكش بعدين قال له يا أخ أنا أريد منك حاجتين اثنين أخطيت تعمل لي حاضر عملتها ليه أخطيت قال له والله أخطيت أعيش في الاثنين دول قال خذ كل وقت مشي مع السلامة حاجات زي كده يعني كان الأمر توفيق يهم المتعلمين بس لما يلاقي واحد فارد ريشه يقول له خذ الكتب بتاعتك دي وفي سور الدير في مقبرة هناك احفر لك حفرة واسفنهم وتعالى إذا وافق هياخده عزت عليه الكتب ودراساته عزت عليه والدكتوراه وبتاعه يقول له مع السلامة التمحيص هو مهم جدا سلام التمحيص أزول المعرفة الشخصية الحقيقية للأخ اللي نحن الجير مهمة جدا في الزمن دي بالذات ما كنتش حتى كنت بتكلم مع بعض الأبهات كنت أتمنى إن الصوت بتاعي يوصل للأسقف الأول كانوا بيقولوا الفيروس صح؟ وبعد الفيروس طلعت معرفش إيه الكورونا وبعد دلوقتي كل الأمراض دي مقدور عليها والناحية العقلانية لكن دلوقتي يشوف الهدف بتاعه قبل الدخول الرقمنة إيه زي انت مساعتين الكتب ايه وانتين الكتب انا بعرف كذا وكذا وكذا هل قلتك شايف دوت ان برضو السبب في دخول التكنولوجيا للأديرة لانه احنا دلوقتي في زمن انتشرت فيه الميديا بشكل كبير قوي كل شيء صالح للصالحين صح وكل شيء طاهر للطاهرين انا واحد بالك انا لا افهم اي الف الانجليزي من الالف من كتب الدرة لكن لو عاوز حاجة لو أنا مش حاجة أخش على أي موقع عندي على النت يجيب لي كل الأمور دي مثلا حديك مثلا بسيط فالدكتورة بتقول لي معاوزة معلومات كثيرة عن القديس باسيلوس ويوحنا الذهبي الفم وكذا تقول لي يا أبونا أنت راجل متعلم هتخليني أنا أعلمك ادخل على أي موقع اكتب آباء الكبدوك هتلاقي كلام مكتوب من الألف لا يخلص في المليء الثاني هل لي أنهارك وقاعد يزعج في التليفون مش عارف ايه قلت له بعملك ايه كلها عندك النت تكتب كذا كذا هتلاقي كل حاجه هي بتقول له انا عاوز كم كبير عن الكلام عن القديس بس مش كده ما جيش انا قلت له مش كذا 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 وعندي فعلا ما تيجي انت تخش على موقع القديس بس واحد ملك تكتب اباء الكبدوك تلاقي كلام يا ابونا بالعربي من هنا لغايه الوجه الثاني بالانجليزي وعلى موقع الانبا تكلى اشكال والوان وصور اشكال والوان فلما قلت له كده استغرب قلت له يعني هي شغلانه يا ابونا هي شغلانه اي موقع اي حاجه انا عاوزها واكتبها تديني فيها بيانات كنت بكلم ابونا سلام من كم اسبوع كتبت عن المن لقيت حد اللي جيت تحول ثلاث أجزاء منه بشواهدهم بكل حاجة بس أنا عمير واحد جيت يسخد الانتر العرفة والعرفة من أي حاجة إن شاء الله يرجع لكن بجد صحيح يعني التعليمات بتاعتي أو عشان بتكلم عن الميديا بتاعتي استعملها للخير تمام يعني كل حاجة منامة المسيح يمكن أن هو يأخذ أي أكتبها وخد بالك لكن تيجي مثلا يتفكر يا أبونا القمص وخد بالك عن القلب لقيت في 229 آية عن القلب في العهد القديم 19 في العهد الجديد عاوز أكتب على كلمة الحق تلاقي كم من الآيات بالشواهد طبعا وأجزاء تلاقي نفس الطريقة قدسك في الدير مرينا من كام سنة بحادثة السيول وكانت حادثة صعبة
حتى كانت جديدة على كل الأبهات اللي قضوا فترات طويلة في الدير يعني. حتى أنبا متاوس نفسه قال أنا دي أصعب حاجة مرت عليا في خلال 50 سنة قضيتهم في الدير راهب وأسقف ورئيس للدير. وبعد كده دلوقتي العالم كله بيمر بأزمة كورونا. قدسك شايف الحاجات دي من أنه منظور واللي بيحصل؟ أول بالنسبة للبتيل دي كان حاجة طبيعية على محافظة القاهرة والإسكندرية. والأبهات تضرروا بحاجات كتير مع هذه الآلية دي ما جاش فيها مية ولا حاجة. نشكر ربنا. عشان كان فيها منحنيات. عشان المنحنيات. لكن موضوع الكورونا ده هي الأرض فسدت. والكورونا دايما بقول إن الكورونا هي اللي انتصرت علينا. ككنيسة. الدعوة بالعالم أنا بدور علينا إحنا في كنيسة. انتصر علينا في كنيسة قبل الأذرة. قفلت الكنائس، قللت الناس من المجملات، بعدت الناس عن بعضيها اللي في الأفراح والأسراح والحزان وحاجات زي كده، وبعدين تروح تتناول جسد المسيح بالنهار. دي الكلام مش صح، كلام مش صح. والناس بدأت تغلي مرة بنفس هذا الموضوع. ازاي أننا النهاردة أدينا أمونة بعد أسبوع عشان أروح أتناول؟ ربنا ادانا الجسد والدم مجانا. ان ما كانش ربنا يغير، ربنا يرفع يا رب. ويغير. امين. قدسك انبا ساوفيلوس معروف عنه انه ما كانش يحب يرهبن اثنين، حب يرهبن وحايد الا يعني فلتات قليله اللي رهبن فيها. انبا ساوفيلوس فقدسك تحكي لنا، قدسك اترهبنت وحدك ولا كان معاك حد من الفلتات دي؟ لا لوحدي. طب هل تفتكر مين قبل منك، مين بعد منك، وبينكوا فترات قد ايه؟ هقول لك دلوقتي. انا لما دخلت الدير طلعت واحد كان قال لي مغاصن في ضموك، قال لي خلي بالك انت هروح الدير النهارده بكره، هتكون الاخ فلان اللي هو ابونا مكاش مصاب، اللي ابونا مصاب كان يساوي 3-1-70 غير القلب يحدث كامله. وجه قرار البابا كيرلس ان ما فيش رهبان الا بعد 3 سنين. وجه سيدنا علي ابن انت هو، كنا احنا الاربعه ورا بعض قاعدين في الدير. اربع اخوه. انا وابو هيدرا وابو نسيوانش وابو نارش. تمام. قال البابا قال ما فيش رهبان الا بعد 3 سنين، كل واحد يسيب دقنه يربي دقنه مع نفس القليل بيضة. مش مشكله. كانت تجربه لا. اتنيح البابا كرولوس وجه بقى غاب بفترة من النياحة لغاية لما جه 1 أبريل وقال له لأبونا شاب رح ندير الأخ من الدوار. قال له أبونا شاب الله إلح نفسه سيدنا عودك كان في ربيت الوقت دي أبونا بجي مقبل ما يسيب الدير. وقعد يتكلم بقى، وكان ساعتها جاي من الأسرة بعتلي 3 جوابات وقال لي 3 جوابات وانت لسه ألمان ولسه رائد مش حال ما تفعبر مش حال ما تعمل ايه وكلام صوت عالي. وانا قاعد كده أبونا بريمة في الآخر حلقة اللي روح قداتك استريح يمكن سيدني يروح منك يروح من أم ربي إن شاء الله. المهم خلعني من سيدنا علشان كلام يعني. تمام. بس عديت على هنا مليل عملنا شاي وبتاع، وبعدين جرس الدار جرس كنت في عشية بس ما جرس مجمع. بس دخلنا الكنيسة سيدنا كان ليه بعض كلمات يعني اللي متقاتل اللي عاوز يتصاحب من اللي متنيل على عينه اللي مش عارف ايه اللي من الكلام ده كله. لغاية لما قلت تعال يا اخ احنا بناكل المش رأس مرشب، ما عندناش إلا المش والفول والعدس ولا أي حاجة مش عارف إيه البصل، يعني الحاجات اللي الناس كجدا جدا عشان إن أنا أتكلم أو أهتز واقف بس ما بتعلقش خالص. وانت رجل برا رجل جوه خلي الأم مولش روح يجولك ويرسمك كان والأم مطول السلام ولا معرفش. سكتت ما رضيش أتكلم خالص. بس بعشرة احنا هذا باسم المسؤولات بما نخش. خلنا بقى الرسومات وقعدنا في الكنيسة. قعدت في الكنيسة بالليل وجيه الأبهات يتنومون عني كالمعتاد يعني. وانا كنت روحت الأبهات الكبار. بس جينا الصبح راح بخلص الرسامة.
قال ده ابن واحد يصلي بدل الأمان الجديد وكده تراجع قال له خليه يصلي في القداس الريشي. كان في ماكر بقى جمعة السادسة اللي عدت يعني اللي فيها شيخ القوبية. هو سيدنا كان ساعتها ماسك الكنيسة يقول له أنا مش نص ما يكفي 5-6 صحاحات عشان نخلص. قال لي لا حصل أن يقرأ الأصحاب كله. يا عم يا رسم الكل هي بس يا عم ده صلاة طول الليل. متوكل عليه يعني الكلام. بس ما كان فيش أمر إلا الله بقى نقعد معه لغاية باكر وبعديها شوية دي عمنا أبونا سمس الله نفسه حط 3 قداسات تحت بعضه. حصل لي نهار مش حصل لي كده مشيش قال لا هاخد المشينيس على برغار على حتة من كورنوسي على مش عارف كمان قلت هاي يوم هاي من ربنا وخلاص خرجنا الساعة 5 يا ونسك سهران الليل كله وخرجته الساعة 5 قلت لما انا بكرت قلت لك ضعبتي وانا مش الدراع وانا مقلب من 5-5 من 5-5 تاني يوم انا فكرش افكره بالحكاية دي يقول انت عمنتك مالا من 5-5 وانسك بتقول لي ما فيش تجارب اللي في الرباطية طب هو من اول يوم رهبان التجربة من 5-5 يعني انا بحب معزية طبعا طبعا يا ابونا يا ضغطة كانت عليا في الساعة كانت معزية مش طبعا ما كانش الواحد يأخذها من الناحية الروحية كانش معنى كنت دائما اقول لو اللي اجتمي دي تقاليك يعني زمان ان اي راهب ماسك وظيفه ما كانش ليها اساس خدمه الابهات لا شيء معنى ويشعر بتعزيه طبعا اهم حاجه يشعر بتعزيه روحيه وخدمه الابهات شويه كلمه الله يعوضك. طبعا كبير انا كل الحكايه والاربع اخوه دول بقى اترهبنوا بعديك يا انسك اترهبنت لحد اللي جاعه كان يوم بهدره تاني يوم ايوه ثالث يوم الجمعه للحد عيد البشارة كان جاب للمغرب لمن أنا اللي جسيم من المغرب للسريان عشان نروح من أبونا سلوانيس أبونا سلوانيس المتنايل وأبونا الشديدس صلح به البطرك الأم شنودة جلس به بطرك جي حضر الرسام بتاع رغبان أبونا الشديدس وأنا سلوانيس كان نايم وكان أبونا فلوس كبير عايش كل شيء يطمن عليه انا بحكي القصه دي للآت يا ابوني لما شكل لما شكل راح شحط فيه قال لا باش اطلع برا شوف كبر سنه ومشى العصاية كده اطلع برا لغاية لما خلصنا ربنا راح قال واحد من عباس روح جدي قال انا بس بدوق العصاية يا سيدنا علشان اكون ناس ولا حاجة نبدأش ترد على سكت حاجة كده هو كان يشوف شخطة الرجل كبير